فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في شرح كتاب المنتقى إذا نام الشخص عن قيام الليل فإنه يقضي الوتر ولا يقضي صلاة الليل. لا ما قلنا كذا يا أخي، ما قلنا كذا، متوهم أنت. نقول يقضي قيام الليل ويشفعه ولا يتركه وترا. إذا كان يصلي 11 يجعله 12 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يوتر ب7 يجعله 8، يوتر ب5 يجعله 6، وهكذا يوتر ب3 يجعله 4. نعم.